ختام رسالتي هذه أحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن يسر لنا أن نصل إلى هذه المرحلة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تزول السدود والحدود وأن يمكن الله لإخواننا في أندونيسيا الذين ساهموا معنا في عمارته ماديا أن يكرمهم بأن يزوروا المسجد الأقصى المبارك وأن يدخلوا أرض فلسطين وأن يأتوا إلينا هنا في قطاع غزة ليصلوا معنا في هذا المسجد الصرح العظيم الذي بإذن الله تبارك وتعالى سيغدو منارة من منارات الإسلام. كما وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ماديا ومعنويا في بناء هذا المسجد من أهلنا الكرام أهل الخير والمؤسسات الخيرية هناك في أندونيسيا في بلاد الإسلام، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يأجرهم خيرا وأن يكتب هذه الأعمال الصالحة في صحائف أعمالهم. اللهم آمين.